فاروق، كنت بدك تريح. ما قدرت نام. طيب كنت تسطح. أهلين سراب. لقت عليكم فاروق بيك، قلت بدقوا بالطمن. وبدي قلك اني سهرانة ناطرتك، انا ما رح نام. لا تستني سراب، نحن مراجعين لبكرة. ليش؟ صاير شي مشكلة معكم؟ انشغل بالي. لا تشغلي بالك، منحكي لما ارجع. تمام. طيب لكن انا ما رح اشغلك. تصبح على خير. وانت بخير. مشغول بالك بشي بخص سراب مو هيك؟ حابب تحكي لي؟ الوقت ماله مناسب. ليش لا تخبي شي مضايقك كل هالقد؟ فيك تحكي لي. كأنه سراب عم تسرح بأحلامها. أي أحلام؟ شي بيخصني. بيخصك؟ يعني ما بعرف، أنا ما كتير عم بفهم ومالي متأكد تماماً، بس إذا كان اللي حاسه صح لازم أتصرف بسرعة. شو رح تعمل؟ خليها ترجع على بيتها. إيش عم بدك؟ أهلين حبيبي. كل عام وأنت بخير يا أحلى أم بالدنيا. كنت نسيانة تماماً، يخلي لي إياك. أنا على الساعة 12 دقيت لك، أنا أول واحد بعايدك؟ إيه أنت؟ أصلاً أنا ما بسمح لحدا يعايدني قبل ما أسمع معايدتك أنت. أنا كتير بحبك، وبتمنى هاي السنة تكون كتير حلوة. حلوة بوجودك جنبي. لما تجي منحتفل. سلمي على عمو فاروق. أكيد بيوصل، انتبه على حالك، بحبك. باي باي. بيسلم عليك كتير. دق لي عايدني بعيد ميلادي على الساعة 12. أي مزبوط، كل عام وأنت بخير. كنت بتعرف؟ تفاجأت. إفسون كانت هي اللي تتذكر هاليوم. مين قال إنه بس أنتوا اللي بتتذكروا المناسبات؟ لا بس بالعادة الواحد ممكن يتذكر عيد ميلاده أو عيد ميلاد ولاده أو مرته مثلاً، وبيتذكر كمان مناسبات الناس اللي بتعني له. مزبوط. الوقت والمكان مانو مناسبين، بس أنا بتمنى لك تكون سنة حلوة. شكراً، حلوة بوجودكم. هديتك جاهزة، لا تفكريني نسيان. عن جد عم تحكي؟ عن جد طبعاً. ما رح كذب، أهم هدية إجتني هالسنة إنه ميتا رجع لوعيه. أي طبعاً، أي أكيد، ما بقلك لا، بس هديتك عندي.